وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، من محبة الله لعبده المؤمن أن يحميه من كل ما يضر بدينه وينجيه من فتن الدنيا. فقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. وفي رواية: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. معاشر المسلمين، ومما ينبغي أن نحرص على حفظه جوارحنا لحمايتها وكفها عن الآثام وصيانتها عن أن تكون متقبلة لكل ما يرد عليها من المعاصي حتى تألفها وتعتادها. فمما يستفاد من قوله تعالى: وأشركوا في قلوبهم العجل، أن من لا يحفظ قلبه ويحميه من الآفات كما يحمي بدنه من الأمراض يدمن المعاصي حتى يحبها ويصحب أن يتحول عنها فتقوده إلى الزيغ والهلاك والندامة عياذا بالله. ومما يجدر التذكير به أن استقامة الأقوال والأعمال تنشأ من حراسة الخواطر وحمايتها وحفظها. ولتحقيق ذلك ينبغي عليك عبد الله أن تملأ القلب وتشغله بغذائه وقوته عن طريق ملء الأوقات بكل عمل مفيد نافع، ومن ثم يكون ما يستحوذ على عقلك وتحدث به نفسك هو الخواطر الحسنة والأفكار الطيبة. ولتحذر من الخواطر السيئة لعدم استدعائها أو الالتفات إليها أو الاسترسال معها، لأنها بذور الشيطان في أرض القلب. ولا ريب أن دفع الخواطر السيئة أيسر من دفع الإرادات والعزائم. فعليك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند ورود هذه الخواطر، وأن تلجأ إلى الله وتتحصن بذكره وتحتمي بحماه من شرور الشياطين بشدة خطرهم وأذاهم لبني آدم. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال جل وعز: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فإن حضورهم هلكة وبعدهم بركة، لأنهم لا ينفكون عن الشر والفساد. فتحتمي بربك أن يحضروا في أي أمر من أمورك، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم فقال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه. ألا وصلوا وسلموا عباد الله على خير المتقين وإمام الحنفاء المخلصين، كما أمركم بذلك رب العالمين بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. وأذل الكفر والكافرين. آمين. واحفظ بلاد الحرمين من كل عدو للإسلام والمسلمين. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة رخاء وسعة سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والأدواء والربا والزنا والزلازل والعلم والفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الحكومة، اللهم كلهم معينا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بما تحب وترضى من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك من موجبات رحمتك
بك وعزائم مفرسك والسلامة من حليك والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. آمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. آمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.